يمكن من فترة في وسائل التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام عن عيد ميلاد أكبر امرأة معمرة في العالم، واللي كملت ما شاء الله 116 سنة برقم سجلته موسوعة جينيس. يعني ما شاء الله تبارك الله، ونلاحظ أن هنالك شعوب معمرة أكثر من غيرها، وتساءل وش سر هالأشخاص هذولا اللي يوصلون إلى هالعمر؟ هل هي النفسية أو طبيعة أجسامهم وجيناتها أو بيئة المكان؟ والأكل له دور في هذا الشيء. أي والله أكيد في عوامل عديدة، بس هي أهم حاجة النفسية. النفسية صدقوني، النفسية إيش محتاجة؟ محتاجة إنه يعني شوية دلع. يسعد صباحك ما سبيطار. صباح النور. أنا سعيد إنك موجودة معنا اليوم. والله أنا أسعد. الله يخليك. لأنه فعلًا أنت حضرتك أخصائية تغذية علاجية. صح. وهذا شيء مرة مهم لأنه بيفرق من حاجة لحاجة. واليوم لما نقول أحد نبغى يطول في العمر، إحنا بنتكلم من ناحية صحية، من ناحية إيش ناكل وإيش ما ناكل. يمكن بداية إيش هي المناطق اللي شعوبها خلينا نقول عمرها أطول من غيرها؟ صح. هلا مثل ما قلتي التغذية بتلعب دور واحد بس بالمقارنة مع باقي العوامل. بس بعام 2005 قامت الناشونال جيوغرافيكس بالتعاون مع خبراء من أقوى الخبراء والأطباء في مجال اللونجيفيتي أو طولة العمر، ووجدوا أنه في مناطق بالعالم عم بيعيشوا فيها الناس لأكثر من 100 سنة وصحتهم عم بتكون كتير كويسة، وبنفس الوقت هالأشخاص سعيدين. صحيح. فأطلقوا على هالمناطق اسم البلو زونز، اللي هي موجودة بإيطاليا، باليونان، بكوستاريكا وباليابان. وأنا دائما أزعل لما أشوف أحد مثلا عمره 80 سنة، بس لما نشوفه مرة تعبان نقول له طب عمره 80 سنة، أقول له ما هو كبير. يعني أنا دائما عندي أي أحد ما هو كبير. صح. لأني دائما مؤمنة أنه لو الواحد مشي على نظام سليم وصحي بيضل شباب وينسى يكفي روحه يعني. لكن لو نتكلم كمان عن آخر دراسات ل 2019 تبين أنه في حمية اسمها البحر الأبيض المتوسط، وهي الأمثل في إطالة العمر. ليش؟ صح. هلأ نحن غير موضوع البلو زونز، في من 1960 بيحكوا عن موضوع الميديترينيان دايت، اللي هي حمية أو نظام البحر الأبيض المتوسط. الميديترينيان دايت اللي بتتميز فيها هي أنه في كتير دراسات علمية عليها، وصار له من أكثر من 10 سنين، وب 2019 تم انتخابها أهم دايت للصحة، لأنه بتنزل من احتمال الإصابة بأمراض القلب، السرطان، الباركنسونز ديزيز، الزهايمرز ديزيز، السكري. واو. والسمنة. وبنفس الوقت في دراسة جديدة أظهرت أنه ممكن تخفف من نسبة الموت ب 25%. طب على إيش تعتمد؟ يعني أنا واثقة أنه كل دحين اللي بيسمعنا يحب يعرف 100%. هلأ كله بتلاقي مهتم بالموضة وشو أهم دايت وشو أجدد دايت، بس اللي نحنا بهمنا نحكي فيه اليوم هو أنه نحنا عم نحكي عن موضوع صار 20 أكثر من عشرات السنين العالم عم بيمارسوه، وأثبت أنه فعلاً فعال. واللي أحلى من كل هالشي هو أنه الخبراء لما قارنوا ما بين الميديترينيان دايت والبلو زونز دايت وجدوا أنه في تشابه. فهذا الموضوع اللي حنحكي عنه اليوم. يعني من جد أنا لازم أعتمده، والله الواحد لازم يأخذ احتياطه. مش احتياطه، احتياطه كلنا لازم. طب إيش هي الأغذية والممارسات اللي لازم فعلاً نعملها؟ يعني يمكن أتكلمنا عن هذه الحمية، لكن في أشياء تانية إحنا بننسى نعملها صراحة مع انشغالنا وضغوطاتنا، وفي ناس من اهتمامها لغيرها يمكن تنسى نفسها. فإيش الممارسات السليمة اللي لازم؟ هلا أول شيء بالنسبة للتغذية، التغذية لقوا إنه هدول الأشخاص 95 من الدايت تبعهم 95% هو نظام نباتي 100%. يعني بيعتمد على كثير من الخضار، بروكولي. في ناس أصلاً توقف شهرين أو 3 شهور حتى الأكل اللحوم. صح. ونلاقيهم ما شاء الله صحتهم للأمانة فظيعة. في الفنان الكبير محمد عبده كان يمكن من أشهر الناس اللي كانوا يوقفوا فترة طويلة اللحوم وبعدين يرجع. صح. تعرفي يعني هذا الشيء بيثبت أنه النظام النباتي أكيد صحي أكثر من النظام الحيواني. يعطي له الصحة والعافية ما شاء الله عليه. خلينا كمان لو نتكلم عن البيئة المحيطة كمان لها دور. صح. يعني بنشوف بلدان معينة تلاقي ما شاء الله كبار بالعمر بس فيهم نشاط مختلف تماماً عن غيرهم. أكيد. هلأ هن الخمس نقاط، أول وحدة هن شعب لو يجدوا أنه متدين بيصلي كتير وبيصوم كتير. أه. وهلأ كتير في دراسات عن الصوم المتقطع والصوم، وجدوا أنه شيء أساسي من الحمية اليومية لأنه بيساعد على ترميم الجسم، بيحركوا كتير،
ما عندهم ستريس، ما عندهم ضغط، بيعرفوا يتعاملوا مع الضغط النفسي، وبنفس الوقت بيهتموا بالمجتمع والعائلة. في الفنانة جينيفر أنستون كانت اللي هي بتصوم 16 ساعة. هيدا هي هلا الموضة 16 ساعة من الصوم. يعني ديننا ما بيقول شيء غلط. احنا سعيدين بوجودك معنا اليوم ماسة بيطار، يعطيكي ألف عافية، يعني لأنه الموضوع مرة حلو. صح. ومن جد مفيد، لأنه فعلا يمكن لازم احنا من نفسنا نبدأ. في نصيحة أخيرة حابة تقوليها؟ هي بس اللي بدنا نحكي أنه في بيشربوا كثير الشاي، بيشربوا كمية كبيرة من الشاي، بياكلوا الفواكه كحلى، وبنفس الوقت ممكن القليل من الشوكولات السو الدارك شوكولات، لأنه فيها بأظهر الدراسات أنه فيها مواد بتطول العمر، وبزر العنب الأحمر فيه مادة الريزيرفاترول اللي هي أثبتت علمياً أنه بتطول العمر. وكمان التمر أنا أحب وأحس أنه من الأشياء تمر السكريات 100% باعتدال. باعتدال لأنه هو من الفواكه، التمر حبتين لثلاثة يومياً ممتازة، وإلى فواكه ممتازة لأنه حتى فوق الصيام نقدر إحنا كمان إحنا بنفطر عليها أصلاً. صح. وهذه هو ممتاز لكسر الصوم الثلاث تمرات. ممتازة والله، أنت اللي ممتازة يا ماسة. سعيدين بوجودك معانا اليوم.